السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم معي في هذا الفيديو الذي أقدم فيه ختمة الفيديو السابق الذي تم استعراض فيه هذا المنتوج الذي قمت باقتنائه من الموقع الشهير والغني عن التعريف موقع جوميا. إذا أحبابي في الله، أتمنى أن يعجبكم هذا المنتوج مثبت مظلة. هو ليس غالي الثمن، لا يتجاوز عن 20 درهما بالنسبة لوصوله إلى باب منزلكم أو ملتقى ما، فذلك حسب إبعاد مدينتكم. مشاهدين الكرام الذين منكم لا زالوا لم يشاهدوا الفيديو السابق، ستجدون رابطه في صندوق الوصف. والآن مشاهدين أترككم لمتابعة أنا في طريقي إلى المنتزه لتجربة صلابة ومتانة مثبت مظلة في الأرض. الذي حدثتكم عنه لإتقان من صلابة المنتوج الذي لدينا، ووضع فيه عمود المظلة. والآن سنسترخي قليلا تحت ظلال هذه المظلة. لأن حرارة الشمس تفوق 40 درجة مئوية، ومع ذلك اخترنا المكان المنتزه لاستنشاق الأكسجين بفضل الطبيعة وبفضل الله تعالى. وإلى هنا مشاهدين أترككم مع الفيديو، تابعونا إلى النهاية، وأرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وإذا كان لديكم أي تساؤل اتركوه لنا في صندوق التعليقات. We'll be right back.
على حسن المتابعة، وإلى اللقاء ومع فيديو آخر إن شاء الله.